لما بتأذي حدا انت رح تنأذى مثله يا ناري. بس ما بتقدري تخففي وجع حدا تاني وانتي عم تعملي حالك مهتمة يا مرشحة. مرحبا استاذ، خطتنا كانت ناجحة، الطرفين محتدين وكتير كمان. يلي لازم نعمله نزيد المشاكل أكتر. ما في حدا منهم عنده فكرة مين الشخص يلي رح يرجع لحياتهم وبسرعة كبيرة. قبل ما أدخل أنا نارين لازم يتدمر، ولا تتجرأ ولو لثانية انك تأذي بوجة. قلبين مكسوري، روحين ضايعين، تباعدوا مثل ضفاف الانهار، وما كان عندي ولا ادنى فكرة انه هالمعركة الصغيرة اللي بلشت بعيد ميلادي رح تستمر حتى تصير انتخابات رسمية، وما ضل إلنا أسبوع واحد للانتخابات. نحن الطرفين تعهدنا بالفوز، بس ما رح يكون في إلا فائز واحد، وما حدا فينا كان جاهز إنه يخسر. من ناحية أنا ونارين كنا عم نكسب شعبية كتير كبيرة يوم بعد يوم، ومن ناحية تانية فجوة التنافس بيناتنا تعمقت كتير لدرجة صار مستحيل إنه نلتقي مرة تانية أنا وياه. العالم مو قادرة إنه تشوف إلا الكره بعيون نارين، واللي أنا شفته الوحدة والوجع فيهم. بس في شغلة بتجرحني وزعلانة كتير كمان عاللي صار بيناتنا. نارين رفض تتعالج رجله وما نو قدران يمشي عليها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.